شكلت المواجهات العسكرية التي شهدتها محافظة أبين خلال الشهر الأخير من العام 2019 الحدث الأبرز. فالمواجهة المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ما زالت تشهد تصاعداً مستمراً من وقت إلى آخر في ظل عدم توصل الطرفين لحل سياسي حتى بعد توقيع اتفاق الرياض. التوتر الأمني في المحافظة خلال هذا العام أثر بشكل واضح في مختلف جوانب الحياة الضرورية كالتعليم والصحة، حيث تصدر القطاع الصحي قائمة القطاعات المتأثرة بظروف الحرب، وواصلت الأمراض والأوبئة انتشارها في مناطق واسعة من المحافظة، ورصدت التقارير الطبية الكثير من الإصابات بأمراض مختلفة كالكوليرا وحمى الضنك، في حين تعاني المرافق الصحية من شح في الإمكانيات والأدوية الضرورية وعدم توفر الكوادر الطبية المؤهلة. نعاني من مشاكل يعني في نقص في الأدوية ونقص في الكادر، ولكن رغم هذا كله لم نتوقف عن عملنا، فنحن مستمرين ونؤدي خدمتنا بكل ما يحتاجه المواطن. نحن في ظروف صعبة وفي حاجات لا يحتسب عليها الإنسان، ولكن نحن نبذل كل قصرنا وجهودنا مشان نقدر نقدم الخدمة للناس هذه اللي كونها بحاجة إلينا. الجانب الاقتصادي أيضا هو الآخر كان الأهم، إذ تسبب انقطاع المرتبات عن الموظفين في وزارتي الداخلية والدفاع في توسع رقعة الفقر، وهو ما اعتبره الكثيرون هنا نتيجة حتمية لحالة الفوضى التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب على الدولة وإشعال حرب الميليشيات قبل 5 أعوام. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.